الحمد لله. شلونهم اهل دياله؟ ماجد محمد بدياله. شلونهم اهل دياله؟ الحمد لله تمام؟ خير ان شاء الله بخير. يلا ان شاء الله. اسالك سؤال سهل؟ خير خير. بما انه بس نصلي صوت التلفزيون اول شيء رجاء. اسالي. نصلي صوت التلفزيون؟ يلا بما انه انتم تشتهرون بالبرتقال، مدينة البرتقال هي ديالة، ما اهم الفيتامينات الموجودة بالليمون والبرتقال؟ فيتامين مشترك. فيتامين سي. عافية عليك، اجابتك صحيحة. بطل بطل. دخلتوا ويانا قرعتنا. عندي اتصال اخر. هاي ليش اليوم؟ ليش؟ اريد اتصالات. يلا عندي اتصال. اوكي. يلا مشاهدينا كتبوا اتصالاتكم مسجاتكم على الارقام. وين تيسير اليوم؟ اليوم محمد لازم سالفه. تيسير يوم يقول لي ستشي 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 هم ستشي. كتبوا اتصالاتكم مسجاتكم على الارقام اللي تظهر اسفل الشاشه. كل ما تتصلون اكثر كل ما تزيد فرص الربح اكثر واكثر واكثر. شوفوا اللي يتصل. هاي شنو انت؟ ها قويه هاي؟ عتشتي تاي. انا اريد ناس تتصل بي راسا تقول لي شعر غزل. عاجبني عاجبني يا اخي. منو؟ اتصلوا لي على شاعرنا جبار رشيد طبعا تحياتي له. يلا عندي اتصال. عندي اتصال. ها شنو؟ لا اليوم شكو. يلا مشاهدينا كتب اتصالاتكم مسجاتكم. اريد اليوم الدورة ينملي اسماء لانه بصراحة اريد الناس تربح. وينه؟ محمد للسنة الثانية على التوالي. ثانية للسنة الثانية على التوالي. الناس من أمس تقول لي عافية ويامك تضحكين يا محمد الحبوب. منو هذا؟ شفت؟ يلا شهد. ألو رمضان كريم حبيبتي الله أكرم. يلا قولي لي شعر. ما أعرف. أبد ما حافظة؟ والله ما حافظة شعر ابدا. شاهد منين تتصلين بينا؟ من بغداد. من ابو غريب. تحياتي لك ولكل اهالينا بابو غريب، نورتينا. احكي لي شلون الاجواء الرمضانيه يمكم؟ تسلمين والله الحمد لله زين الامور كلها. وين تروحون ورا الفطور؟ والله ما طالعين بيك. شلون؟ اقول لك بيك قاعدين بس نتفرج في اوف. الله يساعدكم وطلعوا الاجواء الرمضانيه. أيوة طلعوا الاجواء الرمضانيه حلوه. يلا شاهد ركزوا وياي. حسيل السؤال كل السهل. يلا اكو سؤال انا شلبت بيه ذاك اليوم. ما شفته والله. كم رجل للقطه؟ ها؟ كم رجل للقطة شهد؟ شنو؟ كم رجل للقطة؟ ما بعرف. كم رجل للقطة؟ للقطة أربع رجلين. هاي شنو أنتِ؟ هاي فاول. لا دا أشتر لك قدمين بس، يعني رجلين اثنين بس عندها القطة. شكراً لك والاتصال. شو أنا بقى نورتني. شنو اثنين احتياطاً خليتهم؟ يلا مشاهدينا كتبوا اتصالاتكم مسجاتكم على الارقام اللي تظهر اسفل الشاشه. كل ما تتصلون اكثر كل ما تزيد فرص الربح اكثر واكثر واكثر. اليوم اني This is my summer. تيسير معاكم. هذا الصيف مالتي.
أنا اليوم طبعا لابسة كلها فلور فلور فلور. كله فلور 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 لأنه الصيف فعلا صيفنا حار وقاسي جدا. أي والله والله أي والله وفلونس عندنا يعني بعد شريط بعد شريط. طبعا تيسير يومية اعتبروني يعني تيسير اليوم راح أتفحص السيارة. لا هاي شنو هاي وين المفتاح مال السيارة؟ تعزون علي السيارة سيارة يعني معقولة؟ يلا اليوم أنا بدل تيسير ما عندي وصلة حتى امسح تبرون دامسح. أي أي ما أدري. يلا مشاهدينا كافة اتصالاتكم مسجاتكم حتى أو مناك حتى تربحون ويانا سيارتنا الحلوة رينا فلونس مقدمة من الشركة المتحدة لتجارة السيارات. شنو شنو يلا بحسبه الفلاشرز ليش دبل إشارة ليش ما مشغليها؟ كتبوا اتصالاتكم كتبوا اتصالاتكم مسجاتكم على الارقام اللي تظهر اللي تظهر اسم الشاشه. محمد كم مره قلت لك لا تضحكني قبل الفاصل. يلا يلا حيدر. طبعا عزام ما اعرف ايش بك تزيني اتصالات هوايه. اوكي حيدر شو؟ حيدر عبود من بابل انقطع وياك الاتصال لكن دخلت ويانا قرعتنا. شكرا لك والاتصالك. خلينا نروح فاصل قصير راجعين بعد الفاصل انا وياكم واكيد اتصالاتنا الحلوه اللي راح تنورنا على الزيرو مستمر. من الصعب أن تصدق بوجود كل هذه الميزات في سيارة واحدة. رينو سيمبل الجديدة مستوى أعلى من الميزات. رجعنا بعد الفاصل القصير متواصلين وياكم على الزيرو مستمر واكيد اللي يحب يربح ويانا يتصل بينا كثف مسجاته واتصالاته. الاتصالات راح تكون موجوده وياي داخل هالدورق الحلو صغنن قوي زين. فعندنا ثلاث جوائز تقدرون تكسبوها من خلال اتصالكم بينا. الجائزه الاولى هي مقدمه من شركة العمارة الوكيل حصري جيبسون بالعراق، الجائزة الثانية مقدمة من مجمع بولو للألبسة، والجائزة الثالثة مقدمة من مجمع أجيب أيضا للألبسة. أما سيارة رينا فلونس هي الجائزة الكبرى اللي راح تفوزون بيها. يعني أنت بكل الأحوال مشارك ويانا وإن شاء الله الحظ يحالفك، هنا الحظ راح يلعب دوره. أوكي؟ شلون؟ يلا عندي اتصال؟ عندي اتصال؟ يلا حسن. الو شلونك حسن؟ على راسي شلونك؟ سالم راسك بخير بن كاكا. شلونكم اخباركم؟ احنا الحمد لله انت شلونك؟ والله احب اشارك بهذا البرنامج معكم الحلو. لعيون لعيون اهل دهوك دخلت ويانا قرعتنا. والله الحمد لله
مدى اسمع صوت ما واضح. اقول حلو ان نركب طياره حديثه نازح من الصفر. ان شاء الله ان شاء الله ترجعون لبيوتكم انتم كلكم اللي موجودين بالموصل واللي موجودين ببغداد. احنا كذلك ما قصرنا، يعني اللي علينا دا نسويه وشي بسيط دا نقدمه لكم، حتى بس ترجعون لبيوتكم سالمين غانمين. ان شاء الله تربح ويانا السياره. اسمح لي ان شاء الله تربح السياره، بس خليني اقول لك شغله، انت دخلت ويانا قرعتين، القرعه الاولى اللي هي بها 3 جوائز ان شاء الله تفوز جائزه من عندهم، القرعه الثانيه اللي هي السياره. ان شاء الله. شكرا لك ولاتصالك، نورتنا مشاهدينا، كتبوا اتصالاتكم مسجاتكم اوس نورتنا اوس. يلا محمد مساء الخير. حديقه نظيفه مال بيت اوس. مساء الورد محمد، لونك اخويه. تمام الحمد لله، شو اخبارك انت؟ الله يسلمك اخوي، ما كل يوم تيسير. خلاص شو سوى بتيسير، بعناه اليوم الكرسي من يشيله؟ اليوم ماكو، اليوم ماني وحدي. الله يسلمك اخوي منوره. تسلم الله يخليك. يلا ناخذ سؤال حلو تغنن قوي. انا متعود عليكم بدون سؤال صديق البرنامج. صديق انا مو والله مو عن متابعه، مجرد يلا حنسى سؤال سهل، انا مو اساعدك بيش بيك طبعا، لان اخوي ما موجود. اسالي هلا من جوعة تيسير تبع السؤال الصعب راح اعطيك اياه. هاي اين توجد حديقة الهايد بارك؟ وين؟ عيد السؤال ما سمعت. اين توجد حديقة الهايد بارك؟ خلي في ايدك تيسير. والله لا من جماعتك انا اليوم. اليوم من جماعه؟ اوه هذا نفاق اجتماعي ما اريده. ابقى على تيسير وانا اساعدك ولا هالموضوع. اكو مدينه يسموها مدينه الضباب، منو هي؟ والله ما اعرف انا يعني بهاي الجغرافيا. قول لندن. لندن. دي الله عيني جابتك صحيحه، شكرا لك ولاتصالك نورتنا. اكيد تحياتي لكل اهالينا ببابل، اهالينا بميسان. شلون؟ ايه اوكي حسيحة الاوس اليوم مرتك حطردك اوس. اكيد تحياتي لك ولعائلتك. طبعا موضوع الغيرة بالفطرة عند النساء اللي عندنا احنا بالفطرة. ايه فنهائيا نهائيا ما نقدر نتخلى عن هالموضوع مهما يكون، ومهما تكون درجة القرابة أو درجة الصداقة لازم تكون أكو غيرة، غيرة المرأة على زوجها. خلي يسمع اللي ببالي عم بيشوفني. لا لا ما قلت هيجي، قلت مهما يكون إنه غيرة المرأة تبقى هي غيرتها، بس خلي يسمعني اللي بباله. اللي بباله منو؟ اللي ببالي. لا 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 دا وجه مسج الزوجي والله. بس يلا مشاهدينا كتبوا اتصالات، لا تشاقة، كتبوا اتصالاتكم مسجاتكم على الارقام اللي تظهر اسفل الشاشة. كل ما تتصلون اكثر كل ما تزيد فرص الربح عندكم اكثر واكثر. يابا صحوا لي عمر اني، صحوا لي عمر اني. أكيد تحياتي المخلص مرته راح مخلص. أوكي أنت كده يا باشا عداية أكيد أنت الضلع. يلا مشاهدينا كتبوا اتصالاتكم مسجاتكم. يلا عماد أوكي أوكي يلا مشاهدينا كتبوا اتصالاتكم. يلا حيدر. السلام عليكم. شلونك حيدر؟ فون تعاني. حيدر شنو عفوا؟ حيدر هادي من القاسم. هادي من القاسم، ما انا اريد اكتبها القاسم. حيدر هادي من القاسم. شلونهم اهالي القاسم؟
لا رشاشة من الرشاشة عيني. تسلم الله يخليك. يعني بس سؤال، يعني حرام ألبس حلقة؟ يعني محمد دا ياخذها هيك زوم؟ حيدر احكي لي شغله مال القاسم. والله يسلمون اتمنى رشاشة وانا متابع البرنامج على مخك. تسلم. منورين منورين عمي. تسلم الله يخليك. اليوم تيسير خلصانين منه. خفت انا راحة. لا. هاي قوية. لا اكيد تيسير غالي علينا وزميل عزيز، تحياتي له وين ما يكون. اخونا زميل عزيز. يا بي حيدر خفت انا راحة. لا 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 حيقضي. اخي على اخي. تيسير جماعتك دا يتصلون بيك، رجاء لازم تجي تجاوبهم. سلمين معنا سلمين معنا. يوصل حيدر انت دخلت سرعتنا بدون لا سؤال ولا شيء. شكرا لك ولاتصالك. عفوا. يلا نصين الاتصال. يلا الو. ها عيني. يلا مناهل. على عيني رمضان كريم. شلونك مناهل؟ على عيني رمضان كريم. الله اكرم. مناهل بس اريد اسالك، انت مو اتصلتي بجو كاش؟ شلون؟ انت مشاركتي ويانا السنه الماضيه بجو كاش؟ لا عيني مو اني. انت مو انت؟ اول مره عيني، اول مره اشارك. يلا مناهل راح انطي السؤال كل السهل. ان شاء الله. كم عدد إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة؟ سبعة لو خمسة لو ثلاثة؟ سبعة. عافية عليك. عم البنية بطلة. مناهل من وين تتصلين بينا؟ من بغداد يا منطقة؟ من البياع. تحياتي إليك ولكل أهالينا بالبياع، نورتينا. حبيبتي تسلمي لي، هاي نور عيونك الحلوين. الله شكرا لك قلبي، تحياتي لك ولكل عائلتك. خلينا نروح فاصل قصير، راجعين بعد الفاصل انا وياكم على الزيرو. استمر. استمتع ببرودة الشتاء في فصل الصيف مع أجهزة تكييف جيبسون الأمريكية. تبريد جيبسون يتميز بقوة دفع ممتازة، وذلك بسبب احتوائه على ضغط ذو قوة عالية. تمتع بهواء نقي جدا مع جيبسون، وذلك بسبب احتوائه على ثلاث منقيات تزيل 99% من التربة والفيروسات والشوائب. مع جيبسون تمتع بدرجة الحرارة التي تناسب رغبتك. جيبسون يتميز عن العلامات التجارية الأخرى بمتانته وجودته. جيبسون يتوفر بجميع الأحجام والأشكال المناسبين لجميع الاحتياجات. جيبسون عنوان ثقة. قلبي نارك والله نارك. رجعنا بعد الفاصل، اكيد مستمرين وياكم مشاهدينا على الزيرو. مستمر اتصال. الو. يلا عدنان مساء الخير. الو. اليوم اهالي بابل منورين. لين تيسير معكم؟ الله يسلمك. الله يخليك. شلونك عدنان؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ ان شاء الله تمام. عدنان انت ومن دا تشوفنا؟ انا من القاسم.
انت ومن عائلتك يمك؟ هاني؟ سمعوني احلى تحية لعزيرو. سمعوني تحية. ها ها شنو على المصورين ده يصبغوا. شكرا شباب شكرا. تسلم. لعيون اهل بابل دخلتوا يعني قرعتنا بدون سؤال. شكرا لك ولاتصالك. اكيد تحياتي لكل اهالينا بالقاسم اليوم اللي منورينا واللي دا يتصلون بينا اليوم. اهالي بابل لا كذا اليوم اهالي بابل محافظه بابل اليوم نمبر 1 بالبرنامج لانه دا تتصل هوايه. بس مفتقده اهالي البصره الحلوين اللي احبهم. اموت على البصره عادي كلش احبها. يلا كيف اتصالاتكم مسجاتكم قواتنا الامنيه يوميا دا يتصلون اليوم ماكو ليش. الو صوت ما دا اسمع. ليش ذا ذا توك باك. يلا منو؟ اوه اقول يلا اكيد تحياتي السديد ابو جمانه اللي موجود بالكنترول. تحياتي لك ايش فيكم. يلا مشاهدينا كتبوا اتصالاتكم مسجاتكم على الارقام اللي تظهر اسفل الشاشه. يلا عباس. الو شلونك عباس؟ اهلا وسهلا. شلونهم اهل واسط؟ عباس جسام محمد واسط. شلونهم اهل واسط؟ قطع الاتصال. شكرا لك ولاتصالك نورتنا مشاهدينا. كيف اتصالاتكم مسجاتكم على الارقام اللي تظهر اسفل الشاشه. سياره حقيقيه توت توت بيب. سياره حقيقيه. السيارة حقيقية تقدرون تكسبوها وتاخذوها بالعافية عليكم ما عليكم الا تتصلون بينا تكتبون مسجاتكم اتصالاتكم واحنا بانتظاركم. مثل ما ذكرت انه الاتصالات موجودة ومفتوحة 24 ساعة لكم وايام قليلة تفصلنا عن رينا فلونز. جوائزنا اليومية مستمرة وباقية اخذوها بالعافية عليكم بس كتبوا اتصالاتكم مسجاتكم. يلا اكو اتصال. يلا مشاهدينا كتبوا اتصالاتكم مسجاتكم على الارقام اللي تظهر اسفل الشاشه. اعطينا ميوزك. بس حسوي لها تحية. علي مساء الخير. علي مساء النور. أنا براء. شلونك علي؟ الله يخليك على صدقة البرنامج براري من عيونكم شو مارب على منكم شيء لحد الآن. مدى اسمع شلون؟ ما رب احنا من عندكم شيء يومين قاعدة يعني طريق البرنامج القرعة تصير قدامك. اي والله بيت الخير والبركة يعني انت والله مو بيدي يعني حتى ما وعدك انت وحظك. هذا حظك انت مو حظي اني. ان شاء الله تكون اليوم احد الفائزين ويانا. شكرا لك ولاتصالك نورتنا مشاهدينا. كيف اتصالاتكم مسجاتكم على الارقام اللي تظهر اسفل الشاشه. كل ما تتصلون اكثر كل ما تزيد فرص الربح اكثر واكثر. يلا لا ما في اليوم ما ينو تيسير تيسير ورفقاته تيسير ورفقاته. وينو تيسير ورفقاته؟ اي يلا محمد مساء الخير. السلام عليكم مساء الخير. شخبارك؟ بخير الحمد لله. رمضان كريم عليكم. الله اكرم. من وين تتصل بينا؟ من بغداد. من بغداد جسر دياله. يا هلا ومية هلا بكل الناس اللي موجوده يم جسر دياله. يلا
الله يسلمك. هاي العيون اي دخلتي انا قرعه نحشيل. انت شنو شغلك؟ انا كاتب. الله يرزقك وان شاء الله ان شاء الله تفوز ويانا اليوم. شكرا لك ولاتصالك، نورتنا. مشاهدينا كثر اتصالاتكم مسجاتكم على الارقام اللي تظهر اسفل الشاشه، كل ما تتصلون اكثر كل ما تزيد فرص الربح اكثر واكثر واكثر. يلا قليلة تفصلنا عن القرعة اليومية والقرعة الشهرية. نهاية شهر رمضان مبارك، ما بقى اليوم 24 رمضان، يعني بقت 6 أيام أعتقد على العيد، يعني بقت عندها غير أيام قليلة تفصلنا إن شاء الله. بس جو واحد تفوز أنت باتصال، أنت تفوز. يلا مشاهدينا خلينا نروح فاصل قصير، راجعين بعد الفاصل آني والكادر الجميل وعزيرة مستمر. مستمرين وياكم مشاهدينا ودخلنا فقرة فري، مثل ما تشوفون انه عاني دا انطي شوية مجال للناس مدى اسألهم، لانه اكو البعض منهم من يجي يسألني هو متخوف، عافية السؤال خما صعب، لا خاف ما جاوب، ليش هالخاف؟ ما راح اسألك وسادك اني. يلا عندي اتصال، منو؟ محمود؟ الو؟ السلام عليكم. شلونك محمود؟ شلونكم عيني؟ يا بهالي بابل اليوم منورينا، ما اقدر لكم. بوجودكم وبوجودكم منورين. تسلم الله يخليك، شو اخبارك اهل بابل شلونهم؟ الله يسلمون يسلمون اهل بابل. اعتقد البساتين اللي موجوده عندكم هنايا؟ البساتين موجودة عندكم حاليا، راح يصير عندكم رطب. لا شو بداية القاسم وما مدى اسمع. اي صحيح. تحياتي لك ولكل ناسنا ببابل الطيبة واهالي النجف ايضا، تحياتي لهم، السنة ما افتقدتكم ما شفتكم نهائيا. أهالي كربلاء والكل طبعا، ديالة طوس خرماتو كلهم المحافظات دا يتابعونا
ما شاء الله، وايضا الاقضيه كذلك دا تتابعنا ودا يتصلون بينا، وكل السعيده لانه انا كل سنه اتواصل ويا جمهوري من خلال برنامج واحد اتواصل بي ويا جمهوري، وهذا الشيء انا كلش اعتز به. يلا عيد اتصال اني سالم ايش بي ما اعرف. اوكي بدي اسمع. اي لا اكيد كلكم اخوتي، ولا الكل اكيد، وعلى راسي وكل شيء يعجبني انه انا اتعامل ويا كادر الجميل اللي ما يتغير وثابت كل سنه. يلا عندي اتصال، عندي اتصال، ما بقى شيء على القرعة. محمد شو تحتم القرعة؟ يا محمد إيش قد بقى عندنا وقت للقرعة؟ للقرعة يلا نسوي القرعة. اتصلوا بينا لأنه بقت عندنا دقيقتين نستغلوها حتى توصلوا ويانا عجب مباشر عزيرو مستمر يوميا على الرشي طيلة شهر رمضان المبارك. ويلا آخر اتصال حيكون ويايا منو؟ سعيد الحظ أو سعيد الحظ. أوكي حرام عليكم. يلا منو؟ محمد. يلا نور أديب من الناصرية. نور شلونك؟ نور مساء الخير. هلا وعيني شلونك؟ شو اخبارك؟ الله اكرم على الجميع. مساء النور حبيبتي نور، انت دخلت ويانا قرعتنا، منين من الناصريه تتصلين بينا؟ خير ان شاء الله. منين من الناصريه يا منطقه؟ مركز الناصريه الحبوبي. من الحبوبي، احلى تحيه لاحلى ناس بالحبوبي، نورتينا وتحياتي لكل اهالينا بسوق الشيوخ بالرفاعي بقلعة السكر، تحياتي لكم اجمعين حبيبتي، بوساتي لكم نورتينا. يلا راح نبلش احنا وياكم قرعتنا. انطوني كاميراتي دقيقه، مرات الاسماء أكرم هيثم من ذي قار. أكرم فزت ويانا ثلاجة اليوم لو شنو عندنا؟ فزت ويانا بغسالة 15 كيلو أعتقد، مقدمة من شركة العمارة وكيل حصر جيبسون بالعراق. يلا انطوني الكاميرا حتى نسحب الاسم الثاني. نورس مهدي من بغداد. نورس جدتك حلوة، قزيمة الشراء مقدمة من مجمع بولو للألبسة، أخذيها بالعافية عليك، ما عليك إلا تجين مقر القناة وتستلمين جائزتك. يلا حيدر فرهود من بابل، أهالي بابل لازم تكون بصمة حلوة. والله مشاهدينا اللي ما بستلم جائزته يقدر يروح باكر، يقدر يروح باكر مقر القناة اللي موجود بالكرادة مجاور عيون بغداد حتى تستلمون جوائزكم. تحياتي للجميع، انتظروني باكر ساعة 9 على الرشيد، وأكيد أحلى كادر وتيسير احتمال راح يكون موجود وياي. وباي باي.
I'm learning like that.